بعدها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أول زيارة رسمية له إلى الإكوادور باجتماع ثنائي مع رئيس البلد اللاتيني لينين مورينو في فعالية شهدت توقيع عدة اتفاقيات للتعاون. وعقد الاجتماع في قصر كارنولديت الرئاسي بالعاصمة كيتو مساء الاثنين، وبعد ذلك تسلم الشيخ تميم مسمى الاستحقاق من الدرجة الأولى وهو أعلى تكريم يقدم من جانب الحكومة الإكوادورية. وقال مورينو في الفاعلية: هذا تكريم باسم حكومة وشعب الإكوادور يقدم لسموك، وهو الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، أعلى وسام يمنح من جانب الحكومة لرؤساء الدول والحكومات. ووصف رئيس الإكوادور البلد العربي بالصديق، مشيرا إلى أن هذا التكريم دلالة على الصداقة والتعاون بين الجانبين. وقال أمير قطر إن زيارته الأولى إلى البلد اللاتيني تأتي انعكاسا للعلاقة القوية والكبيرة بين البلدين، وأيضا نتيجة للثقة المتبادلة. بالنسبة للعلاقات السياسية هناك تعاون كبير بين الإكوادور وقطر مقدر عند جميع الدول العربية والشعوب العربية. وقع ممثلون عن البلدين العديد من اتفاقيات التعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والبيئة والرياضة والشباب والزراعة.